زي ما احنا متعودين وحضراتكم متعودين، احنا دايما في البيت الكبير بيكون في فتره الاخبار دي بنبدا بيها، وفي الاخر اخر الفقره بيكون معانا اسطوره من اساطير النادي الاهلي. خلينا نتكلم النهارده ان احنا لازم نبدا باسطوره النادي الاهلي. يعني اعتقد نجمنا الكبير اللي هنتكلم عنه اسطوره النادي الاهلي اللي رحل عنا وهو في ملعب استاد التتش، نجمنا طبعا الكبير الكابتن محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب طبعا بتحل الذكرى ال 14 من 14 سنه زي النهارده او بالتحديد زي بكره. خبر صادم في الصبح كلنا صحينا عليه، خبر صادم مش لجماهير النادي الاهلي بس، لا لكل عشاق الكره، لكل جماهير الكره وكل شعب مصر. الكابتن محمد عبد الوهاب طبعا نتيجه سكته قلبيه في تدريبات النادي الاهلي الصباحيه 31 أغسطس من 14 سنة رحل عن عالمنا. لعيب النادي الأهلي، اللاعب الباك الشمال العظيم ولاعب منتخب مصر، طبعا أصيب بأزمة قلبية حادة أثناء التدريبات الصباحية باستاد النادي الأهلي بالتتش. ربنا يرحمه. محمد عبد الوهاب يعني مش عايز أقول لكم، بنتكلم دايما على اللاعب الخلوق، اللاعب المهاري، باك شمال عصري، كمان من اللعيبه اللي كانت عاشقه لقيان النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي رغم الاغراءات الكتيره اللي قابلها في حياته للانتقال خارج اسوار النادي الاهلي، لكن دايما متمسك بالنادي الاهلي. روح الانتماء دايما هي اللي بتسود روحه. لاعب الله يرحمه كان لعيب مميز على المستوى الرياضي وعلى المستوى الخلقي، كلنا مش بس جماهير النادي الاهلي، لا كل شعب مصر تاثر، وكانت صدمه كبيره جدا جدا في صباح 31 اغسطس 2006 طبعا خبر وفاه محمد عبد الوهاب. الله يرحمه، دايما متذكرينك بالخير ودايما متذكرينك انك واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، ودايما ان شاء الله ذكراك تكون ذكرى طيبه. لحد دلوقتي يمكن في ناس كتيره جدا لما بتفتكر محمد عبد الوهاب تدعي لأمه ربنا يصبر قلبها، والنهارده فعلا زي ما انت قلت كابتن هاني ذكرى يوم صعب على كل الاهلاويه وعلى كل المصريين على فكره، لانه محمد عبد الوهاب كان لاعب خلوق ومحترم، وكل المصريين يمكن عاشوا يوم صعب بعد ما سمعوا خبر وفاته. النهارده محمد كان ليه جمله شهيره جدا بتوضح مدى او معاني كتير، يمكن جمله لسه ما زالت راسخه في كل اذهان الاهلاويه تحديدا، لما قال الاهلي عمره ما خلف معي موعدا ولن اخلف معه وعدا، تلقيت عرضا للاحتراف لكنني اعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها. دي كلمة كابتن هاني أعتقد بتلخص معاني كتير جدا، وبتلخص معنى الانتماء، وبتلخص معنى يعني إيه إنك تكون مش بس ابن، هو مش ابن النادي على فكرة، هو مجرد عاش سنتين بس، قد إيه تشبع بروح النادي وبأخلاق النادي وبالانتماء. وعلى فكرة محمد يمكن يعني كان من الناس اللي زي ما احنا قلنا السنتين اللي عاشوا فيهم دول مع النادي الأهلي، ده يمكن بيوضح الفارق ما بينه النهاردة، ما بين نجم عاش في الفترة دي وما بين النهاردة لعيبة لعبت البيزنس. خلينا نتكلم يعني برضو، خلينا وكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ما يطلق على ابن النادي. أنا في وجهة نظر الشخصية ابن النادي بيطلق على اللاعب اللي يعني مش لازم يكون يتربى في النادي الأهلي بشكل كبير، لا هو اللاعب اللي بيقدر الكيان، اللاعب اللي بيحب الكيان، اللاعب اللي بيقدر تيشيرت النادي الأهلي وبيحترمه ويحترم كيانه ويحترم جماهيره، ده اللي يطلق عليه ابن النادي الأهلي. ممكن جدا يكون محمد عبد الوهاب ما يعني انتقل للنادي الأهلي وقعد فترة صغيرة جدا، لكن في اعتقادي الشخصي ومن خلال متابعتي على الفيسبوك وتويتر كل الناس بتعزي وكل الناس بتفتكره بشكل كبير، ودوت أنا اللي بسميه فعلا ابن النادي المحترم يعني. وبالخير طبعا.